معالج واحد أقوى من كل الكمبيوترات من بداية التاريخ لحد اليوم. هل تقدر تسوي محاكاة أو سيميليشن حق الكون بكل خصائص الفيزيائية على الكمبيوتر؟ هذا كان سؤال ريتشارد فاينمان، واللي كانت إجابته إي ولا في نفس الوقت. فالكمبيوتر الحالي يقدر يسوي محاكاة حق الخصائص الفيزيائية للكون بشكل ممتاز، لكن بمجرد دخول حق عالم الذرات ومحاولة انك تسوي محاكاة لها في الجهاز، والله يرحمه وما منه فائدة. ومن هنا طلعت فكرة فاينمان حق الميكانيكا الكمية، فقرروا تقنيين يستغلونها في موضوع الكمبيوتر. لكن شلون؟ الكوانتم كمبيوتر هو نوعية مختلفة من الحاسبة قائمة على مبادئ ميكانيكا الكم، واللي هي مبنية على فكرة الاحتمال. ومن مميزات هالنوعية من الكمبيوترات قدرتها على معالجة البيانات وتحليلها بسرعة مو طبيعية أبدا. الوحدة الأساسية في عالم الكمبيوتر الكمي يسمونها الكيوبت، وعشان نفهم الكيوبت محتاجين نفهم أول البت. البت هو الوحدة الأساسية حق الكمبيوتر العادي، واللي هو يمكن يا واحد أو صفر، ما يصير اثنيناتهم في نفس الوقت. لكن الكيوبت يقدر يصير يا واحد يا صفر أو اثنيناتهم بعد في نفس الوقت. وهني شيء يعتبر غريب حق البشر، خصوصا اللي توهم داشين في ذي المجال. وعشان توضح الفكره، تخيل وياي انك عطيت الكمبيوتر لغز مكون من 4 ارقام، وكل رقم يا صفر يا واحد. فالكمبيوتر محتاج انه هو ينفذ 16 عمليه حسابيه بالدور عشان يخمن الرقم الصح. بس في عالم الكوانتم كمبيوتر بيقدر يحل اللغز خطوه واحده، لان الكيوبت يقدر يصير صفر او واحد او اثنيناتهم في نفس الوقت. بهني تقدر تسوي كل الاحتمالات مرة واحدة وتحل اللغز بدون ما تحس بالوقت. شيء غريب صدق، بس صدقني ان هذا الواقع، والواقع غريب مو بس حقك، حق كلنا. فهاي مثال بسيط كلش كلش. فالكوانتم كمبيوتر ممكن يغير عالمنا بشكل كبير، لانه ممكن يحسن مجال صناعة الأدوية عن طريق اكتشاف مركبات كيميائية جديدة، ويقدر يسوي آلاف العمليات مالت المحاكاة على هاي التفاعلات بدون الحاجة حق انك تسويها في ارض الواقع. وحاليا احنا نعيش سباق تخوضه شركات عودة مثل جوجل، IBM، يدورون شغله يسمونها الكوانتم سوبريمسي، معناته ان انت قدرت تحقق الكوانتم كمبيوتر في افضل حالاته. واللي يخوف ان في خوارزميات يمكن تقدر تستعمل الكوانتم كمبيوتر عشان تكسر اكثر انواع التشفير صعوبه. يعني في خوارزميه وايد معروفه يسمونها الشورت الجوريثم، وهي خوارزميه تقدر تكسر خوارزميات التشفير مثل الـ RSA، واللي نستخدمها بشكل يومي مستمر في حياتنا. يعني لما بتدش مواقع الحكومة أو لما بتشتري شيء أونلاين، كل شيء يستعملها الـ RSA. فبياناتك والأشياء اللي موجودة على الخوادم سالفتهم يعني، فما ندري وين بنوصل. وإذا نجح الموضوع فبتكون صدق الخوارزميات اللي نستعملها بشكل يومي بخطر شديد. لكن المجتمع السبراني حق شيء إيجابي شغال على خوارزميات جديدة ما بيقدر يتغلب عليها الكوانتم كمبيوتر بشكل سهل. فاحنا رايحين في الدرب الصح، ولا تحاتي وتطيح من كرسيك من الخوف. بس عشان نوصل حق كل النتائج اللي احنا نبغيها، فاحنا نحتاج كوانتم كمبيوتر في كميه كبيره من الكيوبيتس. حاليا اكبر كوانتم كمبيوتر سووه تقريبا في 54 كيوبيت. بس يا اخي ايش رايك، مو عالم الكوانتم عالم غريب وحلو في نفس الوقت؟ عرفتوا شلون؟